وكما يفعل بعض الناس في خطبة الجمعة إذا بدأ الإمام في الدعاء أو في أواخر الدعاء أو يشعرون بأن الإمام جرت العادة أنه يختم الخطبة إذا به يقوم، لا تقم، انتظر الخطبة ما زالت، لماذا هذا الاستعجال؟ فلا يحق لمسلم أن يقوم، وإن كان لا يبطل الصلاة لكن لا يحق له، يجب أن تجلس حتى ينهي الخطيب كل خطبته، أن ينهي جميع خطبته. أما أن يقوم لما يقول الإمام أو الخطيب أحيانا اذكروا الله يذكركم، إذا ببعضهم يستعد وينهض.